ستيل 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 بليز ستيل 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 Thank you, man. Can we have a second, please? إن قدومكم في هذه الظروف الصعبة لا يعكس مدى خطورة الوضع وما تولونه لمنطقتنا من اهتمام وحرص على هدوئها واستقرارها، ونحن نقدم جهودكم وجميع قواقم الأمم المتحدة من أجل حفظ الأمن والسلم العالميين في منطقتنا والعالم، والتي نتمنها عاليا ونتطلع لاستمرار وتحقيقها في منطقتنا. معالي الامين العام، ان الشعب الفلسطيني ينظر الى منظمه الامم المتحده ومؤسساتها باعتبارها المرجع والمشرف على تنفيذ القانون الدولي، الامر الذي سيمكننا من انهاء الاحتلال الإسرائيليين لأرض دولة فلسطين. وكما قلنا دائما، لننهي أطول احتلال في التاريخ وآخر احتلال في التاريخ، وذلك عبر تصديق القرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بفلسطين. ومن ناحية أخرى، فإن دولة فلسطين مستمرة في سعيها للانضمام جميع وكالات ومعاهدات الأمم المتحدة من أجل صون حقوقنا المشروعة وحماية شعبنا، وعلى أمل أن تكون دولة فلسطين قريبا عضوا كامل العضوية للأمم المتحدة. ولا بد أن نتذكر موقفكم العظيم في مسألة رفع العلم الفلسطيني في الأمم المتحدة، فهذا أمر يحسب لكم بجهودكم التي تقومون بها من أجل قضية فلسطين. إن استمرار الاحتلال وانتهاكات للمقدسات المسيحية والإسلامية في القدس الشرقية وخاصة المسجد الأقصى من شأنه أن يفتح الأبواب على صراع ديني، وقد فتح مع الأسف. لا نريد ونحذر من عواقبه، وهنا لا بد من التأكيد على ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي العام، وليس الوضع القائم الذي فرضته إسرائيل منذ عام 2000. هنا يرتكب السيد نتنياهو مغالطة عندما يقول إنه ملتزم بالستاتيكو. هذا غير صحيح، هذه مغالطة. الاستاتيكو الذي
اعتمد مرة أخرى في سنة 1937 وكان قبل ذلك موجوداً، هذا هو الستاتسكو الذي نتحدث عنه، وليس الأمر الذي فرضه شاروس في عام 2000 عندما افتتح المسجد الأقصى. هذا وقد أكدنا لمعاليه على طلبنا السابق بضرورة توفير حماية دولية للشعب الفلسطيني. بعد أن فقدنا القدرة على حماية أنفسنا من المستوطنين ومن الجيش الإسرائيلي ومن السلاح الحي الذي يستعمل ضدنا، ماذا نفعل؟ ليس أمامنا إلا أن نطلب الحماية الدولية، ليس لنا خيار آخر، نأمل أن تساعدونا في الحصول على الحماية الدولية، وذلك لنحمي أنفسنا ونحمي شعبنا مما يتعرض له جراء الاحتلال والاستيطان وعنف وإرهاب المستوطنين، وبما فيها إجراءات العقاب الجماعي. العقاب الجماعي هذا أين هو موجود في أي بلد في العالم إلا عندنا؟ إذا ارتكب شخص الجريمة تعاقب عائلته وبلده، وتشريد عشرات العائلات وتركها بدون مأوى. إن شعبنا وشبابنا لا يريدون العنف، لا يريدون العنف، وأؤكد على هذا. ولا التصعيد الميداني، ولا أحد يدعو للتصعيد، ولكن من حقنا أن نطالب الحكومة الإسرائيلية، أين أولئك الذين حرقوا وقتلوا عائلة دواوشي؟ يقول وزير الدفاع مع الأسف الشديد، المعلومات عندي ولكنني لا أستطيع أن أكشف مصادري، أين يقع هذا؟ جريمة بكل بشاعة، ويعرف من الذين أجرموا ويقول لا أستطيع أن أحضرهم للعدالة حتى لا أكشف مصادري. أي جريمة هذه؟ ولكن اليأس والإحباط من استمرار الاحتلال وانسداد الأفق السياسي وانغلاق المستقبل أمام الشعب الشباب، إضافة إلى إجراءات الخنق الاقتصادي والإذلال اليومي، جميعها أسباب ولدت هذه الحالة من التمرد على الواقع. لا تضعونا في حالتنا. كما أكد لمعالي على ضرورة أن تقوم إسرائيل بتنفيذ ما عليها من التزامات وفق الاتفاقات المعقودة بين الجانبين، وإلا فلن نستطيع نحن الاستمرار وحدنا في تطبيقها. إذا لم يوقعوها فنحن لا نستطيع أبدا أن نستمر، وهي اتفاقات وقعها رؤساء الوزارات بما فيهم السيد نتنياهو شخصياً، وقع على اتفاقيتين منها ثم ينقضها ويناقض نفسه ويخالفها ويضرب بالحق الحائط ويضرب بالحق عرض الحائط. إننا نطمح لنعيش في أمن وأمان واستقرار في وطننا مع جيراننا كافة، مع الإسرائيليين أيضاً. إنني أجدد القول هنا أمام معاليكم، إن يدنا لا زالت ممدودة للسلام القائم على الحق والعدل، وإن الإنكار لحقوقنا والبطش بشعبنا لن يجد، وإن الفرصة ربما لا زالت سانحة من أجل سلام حقيقي على أي أساس؟ على أساس الشرعية الدولية. لا نريد أن نطلب شيئاً أكثر. ماذا قررت الشرعية الدولية في مجلس الأمن أو الرباعية؟ نحن مستعدون للالتزام به وأن يكون أساساً للسلام. إذا ما توفرت الشجاعة والإرادة لدى الطرف الآخر. وإن نيل الشعب الفلسطيني لاستقلاله في دولته الخاصة
على حدود عام 67 بعاصمتها القدس الشرقية وحل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين وفق القرار 194 وإطلاق سراح الأسرى جميع الأسرى من السجون الإسرائيلية هو الضمانة الأكيدة للأمن والسلام والاستقرار في منطقتنا والعالم. هنا أريد أن أعلق قليلاً على ما قاله السيد نتنياهو بأن سبب الهولوكوست ليس هتلر وإنما الحاج جميل فلكين. ليس هتلر، برأ هتلر ولبس الحاج جميل الحسيني مسؤولية هذه الجريمة النكراء التي وقعت بحق الشعب بحق اليهود. الآن يقول إن هتلر غير مسؤول، هذه الرواية عليه ومنا إلى اليهود في كل أنحاء العالم ليعرفوا الاستعمالات الخاطئة وأحياناً المقصودة لضرب موقفنا بهذه الطريقة الدنيئة الحقيرة التي يريد أن يغير كل التاريخ، تاريخهم الجرائم التي ارتكبت بحقهم. ليقول إن الحاج أمين الحسيني هو المسؤول الأول عنها وليس هتلر. إن حماية الشعب الفلسطيني مسؤوليتنا، نحن يجب أن نعمل كل الوسائل أو نستعمل كل الوسائل من أجل أن نحمي شعبنا، ولكن لا نستطيع أمام هذه الأعمال الهمجية التي يقوم بها المستوطنون والجيش الإسرائيلي ضد المواطنين المدنيين والأطفال والقتل الحي، قتل بالرصاص الحي والمعاقبة والعقاب الجماعي. لذلك نحن طلبنا من الأمم المتحدة الحماية الدولية، وهذا طلب مشروع أن نقول للعالم تعالوا واحموا. اثنين، بالنسبة للسيد كيري يعرف تماما ماذا نريد، ومع ذلك أقول نحن نريد مفاوضات، العودة للمفاوضات على أساس الشرعية الدولية. الآن السكرتيري جنرال قال إنه هو يعتبر الاستيطان غير شرعي. نضع هذا على الطاولة، هناك اتفاق بين نتنياهو وكيري حول 30 أسير، ليس بيننا، بينهم، ودفعنا فيه ثمنا باهظا فليعمل ذلك. هذه النقطة المطلوبة من أجل العودة إلى المفاوضة. هناك أمر آخر، اتفاقيات كما ذكر موقعة بيننا وبينهم منذ 22 عاما، نسفوها جميعا، نقضوها جميعا، وبالتالي نطالبهم بأن يعودوا لتطبيق هذه الاتفاقية. تعليق بسيط على ما قاله السيد نتنياهو قبل يومين أو يوم واحد إنه أبو مازن داعش. إحنا نقول ونفعل، نحن ضد وضد القاعدة وضد الصمرة وضد الغبرة وضد كل إرهابي في العالم وضد المستوطنين الإرهابيين، ولكن أريد أن أسأل السيد نتنياهو أين يوجد داعش والنصرة عنده أين يقيمون عنده؟ لا أريد أن أعطيه جواب يسأل صحافته الإسرائيلية أين يوجد هؤلاء، ومع ذلك يسمينا نحن داعش، نحن طلاب سلام. I'm very concerned about the dangerous escalation in violence across the occupied territory, occupied the Palestinian territory, Israel, and especially in Jerusalem. Let me put forth my deep condolences
أنا أتفهم حالة الإحباط التي يشعر بها المواطنون في فلسطين وإسرائيل، لكن الطريقة الوحيدة لإنهاء مختلف أعمال العنف تتم من خلال حل سياسي يتضمن إقامة دولة فلسطينية تعيش بأمن وسلام مع دولة إسرائيل ومع مختلف الجيران في المنطقة. تحدينا الأكبر هو إيقاف العنف ووقف إزهاق مزيد من الأرواح بسبب العنف. التقيت بالأمس برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأكد أن إسرائيل ستقدم كل الضمانات بأنها لا تريد تغيير أي شيء في القدس ولا تريد تغيير الوضع القائم في المدينة. Today, when Palestinians, you know, statehood and both sides will be in peace and security.